السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون من التمرين بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وهو كيفية زيادة نسبة الحرق في الجسم على مدار اليوم أو من خلال التمرين اللي أنت تتمرنه يومياً. طبعاً بالنسبة حق التمارين، تمارين مختلفة، عندنا مثلاً تمارين المقاومة، عندنا التمارين الهوائية، عندنا التمارين اللي هو رفع الأثقال، في عندك تمارين الكروسفيت حسب الرياضة اللي يتبعها الشخص. ولكن في بعض الرياضات أو بعض التمارين راح تساعدك على زيادة نسبة الحرق بسبب ارتفاع نسبة الأيض في الجسم، فبالتالي كل ما ارتفع نسبة الأيض في الجسم كل ما زاد اللي هو ارتفاع نسبة الحرق، اللي هما التمارين اللي هو تحريك أكثر من عضلة في وقت واحد. مثلا عندك التمارين المزدوجة أو التمارين المركبة، أو عندك أيضا تمارين الكروسفيت. أقرب مثال لهم تمارين الكروسفيت، لأن الكروسفيت راح تساعدك على تحريك أكثر من عضلة في وقت واحد. بمعنى عندك مثلا لما تلعب تمرين الخطف، تمرين الخطف راح يساعدك على تحريك عضلة الأكتاف وعضلة الذراعين، ونوعا ما عضلة مساعدة عضلة الظهر وكذلك عضلة الأرجل. عندك تمرين السكوات يحرك لك جميع عضلات الأرجل، وايضا عندك بعض التمارين اللي هي مثلا تمرين السكوات زائد تضيف عليه تمرين عضلات الاكتاف، فبالتالي انت هنا قاعد تحرك اكثر من عضله في وقت واحد. وايضا لاحظ من خلال هذه التمارين دائما نسبه سخونه الجسم او حراره الجسم راح ترتفع بشكل عالي، وايضا راح تلاحظ نسبه التعرق راح تزيد عندك أكثر من أي تمرين ثاني. ليش بعض الأشخاص لما يلعبون تمارين الكارديو نسبة التعرق وحرارة الجسم وكذلك التعب تزيد عنده أكثر من بعض التمارين الأخرى، أيضا تكون مجهدة ولكن ما تكون مجهدة نفس تمارين الكارديو، لأنك تمارين الكارديو أيضا نسبة الأيض يزيد فيها، فنسبة الحرق تزيد في الجسم. فهذه التمارين اللي هي راح تساعدك على زيادة نسبة الحرق. متى نحتاج هذه التمارين؟ نحتاج هذه التمارين إذا أنت تبي تنزل في وزنك والوزن ثبت معاك، فبالتالي تحاول تدخل هذه التمارين على أساس تساعدك على خسارة الدهون وأيضا خسارة الماء الزائد الموجود في الجسم من خلال هذه التمارين. فلاحظ هني راح أدخل التمارين، إذا وصلت حق وزن معين جسمي تعود على روتين معين أغير من هذا الروتين. وأيضاً راح تلاحظ أن بشكل يومي أو بشكل أكبر قاعد يحرق جسمك خلال اليوم أو من خلال ثلاث ساعات أو أربع ساعات من بعد التمرين، أيضاً نسبة الحرق راح تكون موجودة معاك. فبالتالي هذه التمارين تمارين جيدة وممتازة حق الشخص اللي يحاول يخسر نسبة الدهون ويحاول يوصل حق نسبة نشافة في الجسم وإبراز عضلات الجسم، وأيضاً التطوير من اللياقة البدنية من خلال هذه التمارين اللي هو يتبعها. فحاول قدر المستطاع أنك تدخل التمارين في روتينك أو في جدولك، من خلال مثلاً إذا كنت تتمرن خمس أيام على الأقل مرتين إلى ثلاث أيام أقصى حد في الأسبوع، على أساس راح تلاحظ من بعد شهر أو شهرين في تغير وفي إضافة ممتازة على جسمك بشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين
في اللي هو البار الموجود بجانبي. طبعا البار راح تقدر انك تستهدف فيه اكثر من عضله في جسمك، وكذلك ايضا حاول انك لما تلعب البار تلعبه بشكل صحيح على اساس ما يسبب لك اصابه، وخصوصا اذا كان الوزن ثقيل تحاول انك تلبس حزام الاثقال على اساس يبعدك على اللي هو يبعدك من التعرض على الاصابات الرياضيه او اصابه الظهر. اول شيء طبعا طريقه التمرين راح يكون اللي هو التمرين استهدف فيه عضله الظهر. لاحظ احرك الجسم بهذه الطريقه، لاحظ النزول بهذا الشكل، الصعود راح اصعد البار راح يكون ثابت عند الرجل بهذه الطريقه، انزل بالكامل اصعد بهذا الشكل. لاحظ اثناء النزول، لاحظ زاويه الجسم، طبعا هذا امر مهم، وحاول قدر المستطاع ايضا اثناء الصعود الى الاعلى انك الصدر يكون مفرود الى الامام. وايضا لاحظ الوزن اللي انا ماخذه معاي اللي هو عباره عن 5 كيلو، ماخذت وزن عالي على اساس ابين لكم التمرين اكثر. النزول بهذا الشكل، لاحظ الصدر مفرود الى الامام، الصعود بهذه الطريقه. اما الطريقه الخاطئه ممكن اني انزل، هذه الطريقه خاطئه، لاحظ صدر الى الداخل، انحناء في الظهر للخارج، ما راح تشد معاي العضله الغطنيه، انا قاعد استهدف العضله الغطنيه في هذه المنطقه، فبالتالي بهذا الشكل. عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 10 جولات. هذه طريقه التمرين الاول. اما بالنسبه حق التمرين الثاني، اخذ البار بهذه الطريقه، انزل اثبت البار على اكتافي، احرك بهذا الشكل، انزل اصعد بهذا الشكل، اثبت البار عند مستوى الاكتاف، اصعد بهذا الشكل. هذه طريقة التمرين. وأيضا التمرين الثاني اللي بينت لكم إياه اللي هو يستهدف عضلة الأكتاف وعضلة الأرجل وعضلة الظهر الغطنية. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح استهدف فيه عضلة الأرجل الخلفية. لاحظ أفرد الرجل بالكامل، أنزل بهذه الطريقة، أصعد بهذا الشكل. لاحظ الرجل مفرودة معاي، ما راح يكون فيها انحناء على أساس استهدف عضلة الرجل، لا مفرودة بهذا الشكل، أنزل بالكامل على اساس استهدف عضلات الرجل الخلفيه بالكامل. لاحظ انزل بهذا الشكل. هذا التمرين الثالث. وبهذه التمارين اكون بينت لكم استهدافي حق اكثر من عضله في البار الموجود امامي. وهذه كانت تمارين اليوم ان شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.